لجهتنا من الموضوع محمول مصداقية ومفهوم جهية وكيف يشترش توضيح من دعوة دي أني آخر يرى محمول وكو مثلا بغين كل إنسان كاتبون بالقوة كاتب مفهومي هي ذات مستبت له الكتابة وأفرادي شهية دي ويا مصداقك كهمان وسيلة صدق الكاتب وسيلة تحقق أو مفهومي أفراد كان دي آلة صدقك موضوعك شهر مفهومي هي تفك طبيعتك وما صدق الشهية مصداق الشهية من ده قضية طبيعية شلون؟ قضية طبيعية وشخصية ده أجل بلان جاري وهي مصداقك وأنا كذب نويك مصداقك ومكي متحدة هلا أنا كان جات شو كني موضوع مصداق مفهومي هي محمول الشهوة ففي نحو الإنسان كاتب أربع احتمالات لأمثال الإنسان كاتب أو أوانيك مصداق مفهوم لك جداية نحوي أو شتانيك مصداق مفهوم تغاير يعني قضية مهملة محصورة كوكو الإنسان كاتب كمحصورة بيان مهملة بيت كألف لام استغراق بيان مجاز الحقيقة فنيا أجل مزاد يحق بقبن مهملة تبت مهملة من معنى ذكين كبن يعني مفهوم إنسان بشرط تحقق لازم أفراد كاتبة أجل كل أفراد يعني بعض الأفراد كارم فيني بقى ما عندي بقول تاريو عن قبل مهملة بفرد ما معنى ذكي فروي اللي ذتويني فشرط التحقق لازم فرد ما فرد ما بكل أفراد صحيحة ببعض أفراد غير يعني فرد في الجملة كبرين الإنسان كاتبون أربع احتمالات شوار احتمال هي بلا ما شوارنا يك كان متعارفة ما بقي متعارف نين متعارف يعني مشهور أو لا عرف ده استفادة إلي ذكرية مرادة بحسب عرف يكك يانا لو احتمالان جلك أول احتمالات عقلية الأول أن مفهوم الإنسان مفهوم الكاتب احتمال أول ويكبلين يعني منزل أول مفهوم الإنسان همان مفهوم الكاتب أو حتى مفهوم يعني أها جاء ده عرف ده استفادة لناكر وإلا أجل لقلايان أو مرادة دبو حتما موضوع محمول الفاظ مترادفة يعني قليه متعارف منحصر دبو لشتكي دا كموضوع محمول مترادف با بغت سنجهر اوانا اتحاد مفهوم يعني مفهوم يعني فاسبو يدا عرف دا او مراد او احتمال مراد الثاني يدوم او احتمال يدوم او يكا يعني لهر كان مفهوم بكيري احتمال اول احتمال يدوم او لهر كان ما صدق بكيري أو بالإنسان كاتب يعني أن مصداق الإنسان مصداق الكاتب ما صدق إنسان مصداق الكاتب ما صدق كاتبة وني آخر ما صدق إنسان وما صدق كاتبا يكك عليه شون معلومة أجل إنسان أجل أما ما صدق بجرين لكاتب جل ما صدق بجرين لهر دكان أفراد بجرين أفراد هر دكان يكك أفراد هر دكان هل يكك مشخصة لأوية أي أو مفهومة ثابتة أو أفراد يعني أفراد كان يعني يكك لبش زور قلايا دا لازم دي حكمك بديهي بأي وقت من يا؟ شمكن أو أفراد أو اتحاد أفراديان أجر نبي أجر أفراد كان متحد نبان حملة كهر دروز نبيت قرار بيتنا أو من آخر معلومة يدي قرار بحمل كيف فرد كان حتما ده باتحاد يعني دي أجر وابع تقول والله فردي وي فردي فلانشتيا فرد كان يعني كان لبش يزور قلايا ده لازم دي حكمك بديه بيت لبر خاطر إلى عرف ده أوش إلى ده ناكر ده احتمال عليه شو ممكن هر اگر ممكن ما دام كقليه كشكل يجب اتحاد افرادي حتما هر هي اگر او اتحاديه نبا حمل هر دروز ندبو يعني اخر اجل برخاتي اگر تو هل لو افراد بقي ليكش افراد بقي افراد كان يعني يك كن وكو هر بلا فردي او شتي بو او شتي ثابت هر فردي خويه فردي كاتب هر فردي انساني وكو بلا بو فردي انساني بو انسان بو فردي انساني ثابت
وكو يوابلي الشيء بو نفسي خوي ثابت بيته أقول الشيء ده كثير نزل وجوانا نفاخر من الشيء عرضم كذي دي لباش زوري قلايا دوايا نسبت بو كثير نابي تبدي نسبت بوان نابي تبدي بلام لباش زور ده خلق بقالي يعني هل حملة كيدا أو هل مشخصة كذا بيتا أفراد مبتدا وخبران هل ده بيقبن أقل أفراد رتدوية في الجملة يقبن هل لازم أكيد إذا همش أنا يقبن في الجملة أجر أفراد يعني يقنبن قابل لحمل نبن مستدي فردي لتضع حملة يها دروز نبي وني آخر جلب الخاص جوي أوجل حرف ده إرادة ناكريتا الثالث احتمال السيوم أو أن مفهوم الإنساني مصداق الكاتب أو يكبلين مفهوم إنساني ما صدق كاتبية يعني لموضوع مفهوم بكيره لمحمول ما صدق بكيره يعني آخر كأوش غلط رودة دالة زوج جيان ده يعني أو مفهوم ما صدق بلغو محمولة فخاتش بيأوش إرادة ناكريتا ما الإنسان كاتب لو عن تذا غلط بغي مفهوم إنساني ما صدق كاتب وليس شيء منها مرادا في القضايا المتعارفة جاهز كام لو في احتمالنا مراد من القضايا كمتعارف وحسب عرف استفادان لذكرتا لو قضايا ندا هيش كام لو أنا مراد أو تقضية غير متعارف هيا مثلا بقولين زيد زيد شعري شعري أنا أبو النجم أو أنا قضايا غير متعارف دي أكثر تأويل شان حتى تلا ذكرتا تبديل بقضايا المتعارفة هذا وحمد لك حمد لك أولي وحمد لك متعارفني لو أن دتاني بلغي مفهوم أو دواني يكك إذا قيش وانا أما يان ذات يعني يكك أما صدق يعني يكك بلان أو قضية متعارفني لقضايا متعارفني حمد لك متعارفني هذا وقت قضية متعارفنا بيتن بحسب عرف لقضية حملية دا حمل ملاكيدي حملة كجده بحملة الشائع متعارف به أو حملة حملة أولية ومتعارف نية جابوا يا مقسمان أو أنا مرادني لقلايا متعارفة به مرادني لا حملي متعارف أو ذاتا اتحاد نبي مفهوما متغير مفهوما متغير أحمد الله أهلا أدي حملة ولي ها هريكا كندي حملة ولي ذاتا مفهوما هريكا هريكا موضوع محمولة هذا زيت دوائدي العين يكتلم الرابع احتمال شوارم كأو احتمالية مرادة لقلايا متعارفة أو لموضوع أفراد ما صدق بكيري لمحمول مفهوم إرادة بكيري أن مصداق الإنسان متصف بمفهوم الكاتب أو أضلي ما صدق إنسان متصف بمفهوم ككاتب مفهوم الكاتب وني آخر لموضوع أفراد كيرا لمحمول مفهوم بكيفيته وانيا لموضوع ما صدق لمحمول مفهوم بكيفيته جاء هذا هو المراد والمقصود بالقضايا المتعارفة او احتمال مراد مقصود لقضايا متعارفة كحمل شائع ومتعارف يعني كدايا او مرادة كلم موضوع افراد بكيفي ولمحمول مفهوم بكيفيته قضايا طبيعية متعارفة الطبيعية جدا هروة بلا ما أو اللي ركض من شوار احتمال ديتا في شيء لقلية محصورة ومهملة ده لأن الطبيعية أفراد هرنا جدا كيف في نحو الإنسان كاتب أربع احتمالات ومن باسي قلية محصورة وباسي قلية مهملة ده كنا عند طبيعية داخل وايد أوجه المفهوم هي ومصداقي هي مصداقي كيش مرادني يا عبد الله عم تنقض عن ضلي الإنسان نوعه دوايد دي ما هي أو مفهوم أفراد الشيء هي بأفراد كان ديرا إرادة صحيحة مفهوم إنساني ما جمع صداقي هي الهي دي بلام ديرا أو أفراد أنا ناقل إرادة أدكم عند زيتون كاتبون دي مصداقي كعيني مفهوم كيف أنت مصداقي كمفهوم كنا تاني ليك جدا كيف الله يسلمك بس ليه بس ما يصير يبقى كل يوم لا بس يوم ناكل هو او كابلين احتمال السيوم او ايدي مفهومي موضوعك طبيعتي موضوعك
او محموده بو ثابته يعني كي لما صدق كان او محموده جاري واشد احتمال اول شيء تلاديه تجي او تبعاته فلان مفهوميه أوش دبيت إنك ما صلى ويقول الإنسان حيوان ناطق أوش هي ويحتمال ماهية إنسان هم شيء حيوان ناطق لحيوان ناطق إيش هذا مفهوم مراد الإنسان إيش مفهوم مراد على أي حال أوكي ظلم أو شوار احتمال أنا دينا فيش احتمال شوار مراد لقلاي متعارف ده لقلاي محصورة ومهملة ده أوانيك هذيك لموضوع محمولة كا مصداق مفهوم ينهي ومصداق مفهوم كش يعني ليك جداية ساكا وهذا هو المراد والمقصود بالقضايا المتعارفة باشا لا وانا كيش لا اقل بيجد بي لتعريفي ومن هنا يظهر قولهم المعتبر في جانب الموضوع الأفراد وفي جانب المحمول المفهوم ألو تحقيقي رب ما أشكر هذا بقول مناطقان كبرا أويك معتبر ودبي اعتبار بكري لجانب موضوع دبي أفراد بكري لجانب محمول دبي مفهوم بكري من تقبلت هو تحقيقي دين دبي احتمال شوارم إلى هذا بكري وني آخر وأوجر ويقولهم ومن هنا يظهر قولهم كالحمل عبارة عن اتحاد المتغيرين ذهنا في الوجود كدلن حمل رتح حمل إيجابي منزولة حمل إيجابي بريسيا لاتحاد دوشتان كمتغير للذهن دا بحسب مفهوم متغير للذهن دا يعني بحسب مفهوم ديك جدانا اتحاد ينهبي لشو دا في الوجود اتحاد ينهبي بحسب وجود بحسب هوية بحسب مصداق دا باتحاد ينهبي الرواية دي الإنسان كاتب دوشتي كمتغير بحسب مفهوم إنسان كاتب كمفهوم يعني ليك جدايا متغير بحسب مفهوم كظلم الإنسان كاتب يعني أو دوشتاني كمتغير بحسب مفهوم متحدا في الوجود بحسب وجود بحسب هوية مصدر اتحاد يعني هيا واني آخر أنا دبيتو شوارما توانيا أنا دبيتو شوارما كايدي ككتم كاتب حمل لكريت السر أفراد إنسان واني آخر ككاتب مفهوم كاتب حمل كلاس الأفراد إنسانية يعني شيء يعني اتحاد يعني هي بحسب وجود. هذا في وجودي تعلق بسبب اتحاد. معناي مصداق شو يعني؟ يعني منزل وياه. آخر وجوده كان بسبب ما صدق كيا. وجودي هم مفهوم موضوع هم مفهوم محمول كيا بسبب شيء وجوده. بسبب مصداق كيا اللي هو طبيعته كلية كجزء لأفراد كيا موجود نية. يعني هل فرد كيا موجود أو موجود نية يعني لازم لي فرد كيا. دوی قوی فدایی تنها بکوی فدا گنا خو موجود نیه. جا اوز ذهنان بو متغایرینیه متعلق به متغایرینی فی الوجودی متعلق به اتحاد. شاکا؟ یعنی او نکته اشی ما وصا ایدی اشاره فکر که لقلایان داد دبیتن موضوع و محمول دبیت مفهوم یان لیک جیاواز به بخاطری وی که حمله که مفید بید اگه مفهوم یان جیاواز نبید المتغیرین ذهن هم بید اگه مفهوم یان جیاواز نبیدن حمله که هر مفید نبید مفید نبید و او جرکانه دبی اتحاد یان هبیدن بحسب وجود اتحاد یان هبید و الا حمله که هر صحیح نبید اگه قرار بیده وجود ده اتحاد یان نبید لمصداق ده یعنی ما صداقه که مشترک لبینی هر دکان ده نبید حمله یکی که مسلحه ویتر هر صحیح نبید اتحادي في الوجود بو صحه حمله تغير الذهني بو افاده حمله يعني اخر كهم مفيد به وهم صحيح به حمله يعني اگر هات مثلا مفهوم يعني جدا بو ام النظر مفهومي محموله كمفهومتي ثبوت او مفهومي بو افراد موضوعتي مجهوله بو مخاطبي من مثلا بو امن كمخاطبي توما شاكه وقتك كدو مفهوم كمتغايرن بلان اتحادي مصداقيان هيا مخاطب نظانت كأو مفهوميا
ثبوتي بو افراد مفهوم كيتر هيا وني اخر جاء تديني بو كدو مفهوم متغير هنا يك كان حمل لك يسر اويتر سر افراد اويتر فائده بو من حاصل لك او فائده بيشتر نبو كتشبو فائده ك تعوج اويا محمولة كمجهول الثبوت بو افراد او موضوعي وني اخر ديني بو ديني ثابت لك اعلام لك كثابت او مفهوم يجعل لك الادب وني اخر جواب الحمل إيجابي ده وهاي معلومة من الحمل حمل إيجابي الحمل السلبي الحمل السلبي ده أنا هنا بد اتحاد يعني هاي بتنلم الصداق ده قال اتحاد يعني لم الصداق ده بس البكاش صحيح ما بد الإنسان ليس بحاجة تغير ما كوميش يعني هي تغير مصداقش يعني طبعا أمسر احتمال أنا البقضاي موجبني عادي وقضايا موجبة ما روشت أنا قال المسالش ما وصل بقى الانسان كاتبون هنا وايدي يعني لو بدوش فائده السيوم فائده السيوم مش كدي خينين هم مثال كان ما بمجبدين هنا كلام دبي فرصه بدهم بدرس عند بعض سوالي بكام كما وصل يعني بحث السالي بكاني هاد بكرت اشاره يجي في حاله السالي بكاني انزور حساس يعني غير مشخصه او فائده كخين كان فرصتي في قضايا موجوده اري بلام فائده السيوم كل مثال كان يعني هذا تعريف كانش كذا يخين إنه مصابته قضية موجبة في هذا المثال. سالبا كان يعني تعريفي نكردون ومثال شبونه هنا ونتابع ما قال إجمالا لآخر ده الشكل دلته. بحث التناقض بين سالبا وموجبة كذا. جابوا هذا بيت أنا ما جد أنا بحث لكن شو كبا أندازة أو درس أو إيش بحث ذاك بيت. بحث للسوالف. أجد كيو خروج فيش خروج نبغى بحث لنا. إن شاء الله. من زمان ده بحث لنا كين. كل ما لازم تلاقي لنا بحث. بكوني لا لا لو درتش خلاص ما بيعد من متى الثالثة أن كل قضية موجبة أو سالبة تقتضي وجود الموضوع والمحمول في التصور كما علمت فإذا سيوم أو يبالي كل قضية كش موجبة بيت سالبة بيت قضية حملية داواي ويدك كموضوع محمولك موجود في التصور بحسب التصور شوفيني حتى محمول موضوع كي تصورنا كي قلية كهر منعقد نابتا كما علمت زانيتي لباسين فهذه قلية إذا حتما ده بيشب كي تصوري موضوع بكي تصوري محمول بكي دوايا كثمان تصوري نسبة شامبو بكي إزعان بنسبة كش حاصل به أو جار قلية منعقد ده بي يكي لو شانك بو انعقاد قلية بو وجود قلية في ويستشيا تصوري موضوع محمولانا ساليب وموجبة لو ده فرقي أنية كيف حسب تصور هردي كان دبي موضوع كم موجود بلا تصور ده يعني دبي تصور بكريتا وجودك علمي دبي بو ثابت كي دي بين يد علمي خوت وبعلمي خوت تصوري بكي سالبه شهره تصور اويك اتوبي اني اتو ادراكي بكي وجودك ذهني بي هذيك ادراك تكر او صورتك بو فايدة دبي بسبب ادراكي دي او دبي حتما لهردو كان ده هبيت سالبهش چونكي اني اتو كدني محمولك الا موضوعك السلب دكي دي او محموله دي بتصور بكي او جال موضوع كشت حتى تصورنا كذب شو المحموله كي لسلب ذاك دي بتصور بكي جابين اشتكي بو ثابت كي ام بو سلب كي دي هر دو كان ثابتك او يعني محمولك وموضوعك ثابتك ومثبت له وك يعني منفيك ومنفي عنه وك هر كان دي بتصور بكي او جال بتوني كي ام بو ثابت كي يعني نفي كي مشخصه او فرق عند ودانيه واما الوجود في نفس الامر فتقتضيه الموجبة فقط أما وجود موضوع محمولان في نفس الأمر بحسب نفس الأمر بحسب ذات خويان أو كوجودك ينهبي بحسب ذات خويان ذات اشتكي إذا ذات اشتكي شون ملاحظة بكريتن وجودك كتابعة لبو ذات اشتكي أو وجودك أو وجودك تابعة لبو تصوريتو أو وجودك بتصوري خود ثابتك أو لهر دوكان دهر فيوستا بلان وجودك بو ذات اشتكي أو جارك أنا يعني ودنانا وجود محمولي منظور نية وجود اشتكي لحد ذاتي خوي دا يعني بحسب ذاتي خوي اگر بتنها نيازي بوجودك الذهني هبيتن وجودك الذهني دبي بقائل بي نيازي بوجودك خارجي هبيتن دبي وجود خارجي هبيتن ذات اشتكي فرق دا كلها موان دا ايدي يعني بجوري مورد ذاتي اشتكي دا قورت ذاتي موضوعك يعني ذاتي محمولك حقيقتك لحد ذاتي خوي دا جاری وایت چی دویتن بوی که ذات که ثابت به تنها وجوده که ذهنی دویتن جاری وایت تنها وجوده که خارجی دویتن جاری وایت هر دو کی دویتن جا او وجوده یا نک بو انعقاد قلیه که
شاكه ابو انقادي قالك هر دو كان تصوري موضوع محموليان في بيسته بلام اوجر كان بحسب ذاتي خويان جزاتك كيف خويتي الذهن بيتن يان خارجا بيتن يان زينا وخارجا هر دو لا بيتن نفس الامر هر دو كان دقريت او وجوديا موجبة داواي دكا بلام حملية دلم سالبة داواي اوجر وجودي ناك واني اخر موجبة داوي وجودي محمولش دكا وداوي وجودي موضوعش دكات في نفس الأمر بحسب ذاتي خويان تحدي ذاتي خويان دا بيتن وجودي أنها بيتش وجودك جا أما للمحمول فوجودا رابطيا أواك موجبة داوي محمولي دكا داوي چه وجودك بو دكا داوي وجودك رابطي دكا موجبة داوي ويدكا كمحمول داري وجودي رابطي بيت حتما دبي وجودك رابطي هبيت يعني دبي محمولي فيه متصيف بيت موضوعي فيه متصيف ها خندو ما انما خندو وجود رابطي محمولي توضح ما ندعو في اشتر وجود محمولي او يا وجود حمل بكري تترشتكي وجود رابطي وكبرين زيد موجود وجود رابطي او يا وجود رابط بين اشتكي وشتكي تردا يعني اشتكي كارمان بيني الا بخوي موجوده يعني كارمان بو هي بو فلان شتي موجوده وجودي للغير وكبرين زيد اعمى عما با بخوي موجود نيا بلان بو زيدي موجوده زيدي فيه متصفه منظوره وجود رابطه اوي او لا موجود للغير يعني موجوده لبو غيري بو تصفات لبو غيري لا ما كبو اختصاصه يبو بو سيخ او لا تعلق ايدي وجودي هي بو او غيري يعني غيري فيه متصف ما لم ضل زيد عالمون دي. الان ضلين عالم وجودك رابطي وجودك رابطي ابو زيد يعني زيد فيهم التصريف هو داري وجودك كوجود لابو زيد نك كارما فيني ذاتي خوي موجوده يعني او من باصي لناتي كوجود حمل بكل تسال علمي فراء العلم موجود كارما بو لا يينيا كارما بو لا يانا هي كعلم شتكي فيهم التصريف علمك ابو زيد هي ابو تصريف ابو زيد زيد فيهم التصريف وجود رابطي بريتي على اتفاق كذا واقع دبي محمولك حتما داري وجود رابطي بيتا يعني وجودك كبوسيلي او وجودي او ثابت بغير يعني وجودك رابطة ربطي شتكي تدا بشتكي تدا وجودك رابطي او عمايان او علمي داو بزيدي او وجود ابو ترابط لبيني عنده يعني دواقع دا كتمنى زيد يوجد له العلم زيد يوجد له العمى يوجد ابو ترابط لبيني عنده وإذا من رابطي إلي فقد يوجد وجودك رابطة يا قد محمولك نعم يوجد رابطة محمولك موجودة بوجود رابطي فسبب أو وجود رابطي وجودك شيشتوا وجودك بو فايدة وبلان شو وجودك أو وجود رابطي بو ثابتة نائب فاعل يوجد شيئا يوجد له العمى او يوجد كوجود رابطه بو كم ينصابته وعمى يشك عمانا يفعلك يتي يعني زيد يوجد له العلم يوجد كوجود رابطه نسبه تدرب لا محمولك ويظل محمول موجود بوجود رابطه شك او نائب فاعل وجود رابطه كيا الان كان زيد اعمى ذا كبين تحليل كان دبيت زيد يوجد له العمى زيد موضوعه عمى محموله شك تشتك بو ترابط لو بيني اذا رابطي عمايدا وبزيدي و في وندي عمايدا وبزيدي و يوجد او كاريك فضلا يوجد همان شيء وجود رابطيه تاك رابطه يدي ذيك وجود رابطيه او وجود رابطه كبو كام يعني ابو زيد يا ابو رابطك الى بين هذا كان برقرار ذاك برا النسبه تدريب ولا كام يعني ولا محمولك ولا محمولك دقل موضوعك نسبه تدريب ولا دقل محمولك نسبه تدريب ولا موضوعك يوجد جمله كين نسبه تدريب ولا زيد بلان خدي يوجد وكيك وجود رابطيه نسبه تدريب ولا محمول كم موجوده بوجود رابط او ده بتنا يفعل يوجد عدم المحمول شنو شرطه عدم كيف شنو عدم رابط عدم محمول او عدم حمل بكري تشتكي على قول معدوم سي باشا عدم رابطيش او اشتكى النفي بكري لاشتكي تر عدم وسيلة مثلا بلين زيد ليس بكاتبين يعني سلبي كتابت ذاك إلى زيد زيد يعدم له الكتابة كتابة
در حق زیدی دا معدومه ذاتی کتابت که معدومه نه کارمان پی نیه کارمان اوی زیدی پیو متصف نیه با حق کتا یا با مفهومه یا اوش عدم یا رابط قربان کتابت که موجود بیان نه او منزونه بیرده زیدی عدم له کتابت هر کتابه شاید بکسه کتر موجود بیده حقیقت کتابه لازم نفرده کتر در حد بیده چه دلان زیدی پیو متصف نیه عدم اینکه رابط مثلا خلی زیدی معدوم نه زید معدوم چون خود این معدوم وجود رابطیه خود این معدومون سویل که کنه چی یعنی زیدون یوجد له عدمو خود دلان معدومه که موجوده با وجود رابطیه خود این معدومون موجوده با وجود رابطیه لهم قليه كي موجب هذا محمول لبي داري وجود رابطي زيد معدومونش قليه كي موجبه فزبي محمول لك داري شبته وجود رابطي معدومونش وجودك رابطي هي زيد فيه متصفه ثانيه زيد يوجد له العدم عدم بو زيد نك عدم بو خوي موجود بيت عدم بو زيد موجود يعني زيد فيه متصفه خذ زيد موجودين شرابني او موجودون وجودك رابطي وجودك رابطي جا وجود رابطی پیوسته لهم قلای موجب ده محمود به وجود رابطی هبی کیف فایده دیگر وجود رابطی وجود محمودی شیا به یعنی کارما بینی ای خب من سالیبش به وی هبی نه نه موجبه کت من موجبه وی سالیب نه یا سالیبه نابی هیبی سالیبه شرط ده به وجود رابطی هر نبی محموله که دنگ وجود رابطی هبی سالب نه زیدون نه هو زيد وجود محمولي زيد نكيف اگر نسبت وجود ماده بوله زيد زيد موجوده به وجود محمولي ما مفهوم موجودون الى ايش كاره بس زيد نوگ زيد موجوده به وجود محمولي اما موجودون چيه داره وجود كه رابطه وجودي وجود محمول در وجودي لنفسه يعني وجود به اعتبار نفسه خود نك اوا شتك بتسكت بوشتكيتر شتكيتر فيو متصيب وخود اللبس اللي نفسه يا في نفسه انت يعني ده حد ذاتي خوي ده موجود حد ذاتي خوي ده معنى انك بملاحظه اشتكيتر موجود بلا. اما للمحمول كتمان موجبات داواي وجودي مولوع اجدك داواي وجودي محمول اجدك داواي وجودي هر دكان اوك داواي وجودي محمول دكا داواي وجود يعني فتقتلي وجودا رابطيا داواي وجودك رابطي دك ابو محمولي شكا وجودك رابطي نبيتن حملك شكل ناقريتن اتديني محمولي بو موضوعي ثابت دك كيف زبين موضوعي فيه متصف بيدي اتصافي موضوعي بمحمولي وهذا بيت وجودك رابطي بو محمولك يدي جا سواء كان له الوجود المحمولي ايضا كيف خويتي او محمولة وجودك محمولي شهبي ايضا هل وكو وجودي رابطي هيا فكو زيد بصير زيد بصير يعني زيد يوجد له البصر الان محمول دو قليه اذا كبصرة او محموله وجودك شي هي رابطي هي شكون بو زيد ثابت كردوا زيد فيو متصف كردوا وجودك رابطي هي جا صادق بيان كاذب كارما فيني بحسب ادعائته جاري وادنا كاذبه وجود جاري وجودك رابطي هي واجنيه اني اخر بحسب ادعائي بحسب ادعاء متكلم متكلمك وادعاء ذاك بحسب مفهوم قضيك او كلا قضيك فهم ذكري اويا كبالي محمولك وجودك رابطي هي بو موضوعك موضوعك فيه متصفه جاء او بصر بيجقل اويك وجودك رابطي هي وجود محمولي شي هي شك بو خشي وجود حمل ذكري تسريت والله البصر موجود شو بصريك كلا كيفيات وني اخر قوي بنائي بخش موجوده يدي نكتن هذا زيد فيه متصف به بل كهر بخش وجودي هي فكو زيد وجودي هي بصرج وجودي هي شاكا او لا يعني ولا هربة تاني وجودي رابطيها بوجود محمولي هر نبي فكو زيد ممكن زيد يرد زيد ممكن محمولة كمان امكانا امكان من حمل كدوه سر زيدي زيدي فيه متصفة بس كوابو امكان وجودك رابطي هي يعني زيد يوجد له الامكان زيد وصف امكاني بو ثابتة او امكان وجودك رابطي هو ظلام آية وجود محمولي هي وصف إمكان داري وجود محمولي بلين الإمكان موجود ناولا وجود حمل لا نكسر إمكان شكي إمكان لمعقولات ثانية يدي معقول ثاني داري وجود ني وجود محمولي ني بصير يعني بناء بصير يعني داري قوي بنائي صاحبي قوي بنائي ما قوي بنائي أجل زيد نبيت قوي بنائي لحد ذاته قوي وجودي هي
ونعلم جخو اوان نابي تقصى زيد جا غير خدا نبي خدا إرادة نكرد بي إرادة خدا نبي زيد جا نابي او كتنا فانا فرمي وجود النسي هي بصرك وجود النسي هي بصر دي ما باسي بصر دك عندي محمولك بصرك يا اخو محمولك بصيرك عندي نا بصيرك يعني محمول حدث مراد لو حمل انا ده حدثك مرادك وما ذاتك ذاتك لاخذي موضوعك فهم كراو او حدثيك لو كلمة فهم ذكرتن ياوي كحمل ذكاء وبصر من حمل كذوة واقع ده بلام حمل من كذوة بسبب شيء بسبب اشتقاق حمل من كذوة يام بسبب زو حمل من كذوة دي او اشتقاق كذين نوب ويا حملك صحيح بدنامة او كمحمولة بصر كي وكبر زيدون ذو بصري بصر محمولة زو كواسي وسيلة حملك اوش هذا حكم بدائي زور شاك شلوشوار شلوشيكن هر زور تكرار مان كردوا فإن البصر كما له وجود لزيد وجودا ارتباطيا كذلك له وجود محقق في نفسه شلوشوار فإن الإمكان ليس له وجود في نفسه ده حد ذات خويدا وجود نسبة نادرة بلاي إمكاني بلاي إمكان موجودة لكونه من الأمور الاعتبارية دي. كان أمرك اعتبارية إذا داري وجودك حقيقينيه ولكنه له وجود رابطي لثبوته للموضوع ثبوت بو موضوعك هي موضوعي فيه متصفة وده بتا وجودك رابطي إلي وايا ارتباطي ورابطي إليه هادي ارتباطي ورابطي إليه وأما للموضوع كتمان قال يموجب داوي وجود محمول جدك داوي وجود موضوع جدك بيجغل ويك موضوع محمول بو تصور كردون بس قالوا ده بموضوعك ومحمولك وجود شيان هبيت جاء محمولك حتما ده بوجودك الرابطي هبي لنا قليه موجبا منعقد نابتا بس قال لو وجود رابطك وجود محمولي هبي يعني بيت فرقيني فني اخر هذه موضوعك بس قال تصورك اتو تصور كذوا ده بوجود شي هبيت شو وجودك والله واما للموضوع يعني اما اقتزاي قليه موجبا لبو وجود موضوع فني اخر شيء اقتزاك ولا فعلى حسب اقتلاء المحمول بجوري اقتزاي محمولك محمولك اقتزاي شو وجودك بك بو موضوعك موضوعك دبي او وجودي ابدا يعني اما كمان هي بظن لو قال يا حمدي اذا موضوعك داري شو وجودك بحسب ادعاء متكلمي يعني بحسب مفهوم نفسي قاليه كادعاء ويدي كمان واقعيتني شاك كاذب بلا ما ادعاك انت نظرتك موضوعك داري شو وجودك آية وجودك الذهني هيا آية وجودك خارجي هيا آية هاد دقلاي هيا أود أبي تشاول محمولك بكي محمولك اقتزايت شو وجودك دكا بموضوعك واني آخر بمحمولك تشخيص لدن كموضوعك داري شو وجودك مثلا فإن كان مما يثبت للموضوع في الخارج فلزم وجوده فيه اگر محمولك لو اشتان بيت لو اوصافان بيت كثابت دبي لبو موضوعي لظرف خارج ده محمولك لخارج ده بو او موضوعك ثابتة ده او محمولك لخارج ده موضوعك في ومتصفة موضوعك اگر بخوي لخارج ده موجود نبيت شون ده خارج ده متصف دبي بو محموله فاني اخر اگر محمولك لو اشتان بيت لبو موضوعك ثابتة لظرف خارج ده فلازم وجوده فيه او اختي في ويستا وجود موضوعك لشويه ده تبي محمول موضوعك داري وجودك خارجي بحتما بيش قال لك اتو تصور كدوا بحسب تصورك وجودك شتوا حتما دبي ده خارج ده شبيتا داري وجود به وجودك خارجي دبي هابت بو كان محمولك ده خارج ده بتصفه لبوي فانيا وجود رابطي خارجي هي محمولك وجودك رابطي خارجي هي لبو او موضوعي اما وجودك رابطي هي يعني بو تصفات ده شوية ده بو تصفات لخارج ده بيتا وجودي رابطي خارجي فاني آخر جاري واشا وجودي رابطي ذهنية فكو زيد ممكنون فاني آخر إمكان وجودك رابطي هي ذهن وجودك يعني زيد ذهن ده في يوم التصفة فاني آخر ده ذهن ده في يوم التصفة يعني هاد دوكلا شي هر هي علوة مثلا وكو زيد بلان زيد إنسانون إنسان ذاتيات وانا يدي وجود رابطي ذهني شان هي وجود رابطي خارجي شان هي
انسانيه هم لذيهن ده صفته ابو زيدي هم لخارج صفته ابو زيدي هاد قولي هي جما جلك بشكل اللي باز دكين قبا انتي مجربتي خارجي بحث من جرب تدين شيء نعم ويعني النار حاره ثماني حراره تخارج ده نار فيهم متصفه بلان ذيهن ده النار متصفه حراره ني يعني حرارات اثرك خارجيه لبو النار كده شلونه بلام اجل محموله كلا ذاتيات بيت ذاتيات يعني جنس فصلون جنس وخاص نوع اوانه بيت حمله الذهن ده موضوع فيه متصفه حمله خارج الذاتي لما هي جدنا بيت وانا الذهن ده الخارج ده يعني قال لازمك ما هي بيت اول بحثي لازم ده كتمان لازمي وجودي خارجي لازمي وجودي ذهني لازم الوجودين معناها وكو الزوجيات بو اربعه ذاتي نيه بلام لازمي ماهيتي اربعه يا لماهيتي اربعه جدنا بيت انا الذهن ده الخارج ده فانيا او هم محموله كداري وجود رابطي ذهنيه هم داري وجود رابطي خارجيه يعني موضوعك لزين جا فيه متصفه لا خارج فيه متصفه جاء مجلك باص لك شي هالشقي دكين وجود رابطي خارجيه كي باص لك مم فان كان مما يثبت للموضوع في الخارج يعني فان كان المحمول موجودا وجودا رابطيا خارجيا او هذا واقع يعني محمولك او موضوعي داري وجودك رابطي خارجي بيته كيف خواتي رابطي ذهني هبي أنا كارمان جريك فيه نية أجر هاتو لو اشتانا بكلبو موضوع كيدا زار في خارج ثابت دبي يعني موضوع كلا زار في خارج دبي ومتصف دبي فلازم وجوده فيه واجب دبي حتما موضوع كم موجود بدا شوي دا فيه لخارج دا ويكتما بحسب اقتزاء محمولي موضوع وجودك مشخص دبي لهذا محمولكات شنك داري وجودي رابطي خارجية اقتزاي ويدك كموضوعك لخارج ده هبي تصبي موضوعك لخارج ده موجود شكا قال خارج ده نبي فيهم التصيب نبي ده خارج ده هيجي ايش تشونا مما يثبت 45 بان كانت من الذاتيات للموضوع او من لوازمها او من العوارض الخارجيه كمحمولك لخارج ده بموضوعك ثابتة ده شويه ده ده صحه حالات دوايا يك بوجوريك بأن كان ده بكان بدي بوجوريك كان يعني محمولك من الذاتيات للموضوع ذاتي بيد لبو موضوعي وني آخر وكو جنس بيان فصل بيان نوع بيبو موضوعك وكو زيد إنسان وايا دي إنسانية ده شوي ده زيد فيه متصفة لخارج ده بغير بطل الذهن جهر فيه متصفة ما كارمان بخارجك او من لوازمها يعني ذاتي نبي لازمي ذاتيات بيتا لازمي ماهيات بيتا وكو زوجيات بو اربعة لازمي ماهيات ايدي او من العوارض الخارجية يعني لشي بيتا محمولك لعوارض لو عوارض نبي كتنها لخارج لبو موضوع ثابتة لذهن دا ثابت نيا وكو النار حارة فاني اخر او جالبتا اواني بيشو اجا محمولك لذاتيات بيان لازمي ذاتيات بهر وكل خارج ثابتة لذين اجا ثابتة اما جالك جنب خارجي كي بعطي بي لكي بلا ما قل عوار لي خارجي بي بطني چي هيا وجودك خارجي هيا جاما كدلين مما يثبت للموضوع في الخارجي قيدي فقط ما نكتوا لما نكتوا فقط لخارج ثابت بي لخارج ثابت بي كيف قوية لذين اجا ثابت بي او محمول بو موضوعيا ثابت نبي كارمان فيه نين ظنم كلا خارج ده او محموله بو او موضوعي ثابته او اختي موضوعك حتما ده بلا خارج ده هبت وجودي هبت جاء او جدبت الدوبش فلازم وجوده فيه بيست وجود موضوعك الى خارج ده محققا او مقدرا كلا صفحه دي كديتن وجودك وجود او موضوعي الى خارج ده وجودك محقق بيتن شاكا وجودك محقق بيتن يعني نيازي بفرضي تنبي لأحد الأزمنة دا وجود بتشجتن محقق أويا نك أويا كوجودي هبو بي وجودي هبو بي يعني الآن هبي يعني لو بدوا وجود بتشجت يعني بالفعل يعني لأحد الأزمنة دا وجودي تحقق بك إبو موضوعك جو تسمى القضية حينئذ خارجيتان جا أو قلية حملية موجبية حينئذ لو اختيدا كموضوعك موجودة لخارج دا محققا دا أحد الأزمنة دا تحققي تشتوا خارجية نيو دبري بشي قليكي خارجية كديارا نسبة الشيء بولاي ظرفي وصف جزءك يعني ظرفي جزءك
وني آخر؟ كل قبلكي نسبة دي ولا جزء ولا ظرف في جزءكي جزءكي جزءك كموضوع موضوعك يعني ظرف في وصف جزءكي ظرف اتصال وصف كمحمول متصفات بو موضوعي لخارج ده متصفات دي نسبة كل كيد دي ولا ظرف في وصف جزءكي وصف جزءكي شيا جزءك موضوعك يا وصف أو جزء محمولك يا خارج ظرف بوي ظرف بوي اتصال حاله شو؟ هل ولا ظرف أبو وأنا كي؟ تسمية كلها باسمي ظرف جزءك. تسمية نسبة. نسبة كلها بلا ظرف جزءك. تسمى. تسمية أخ تسمية كي بحالة نسبتين أو نسبتها لا تقبل كيا لا قبل أو نسبة قليلة بلا خارج لا قبل أو نسبتها. دروستی شکم می‌تونیم یه بار. آدیا که تسمیه شی بله هر دروسته. جامع کار من به یه نسبت که الان کنم اویی بیاد. زورش. دروست کنم. 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 دچیه دا محموله لوشتنه یا کل خارج دا بو موضوعکی ثابته که وقتی موضوعکش دبی حتما ل خارج ثابت بی سه جنا محمول لذاتیات بی یان عارض الماهیه بی یان عارضی خارجی بیته بو سه مثال دین تو و کو الانسان ناطق الان کنا قلیه کی حملیه موجبه دبیت موضوعک موجود بی دچیه دا دبی موجود بیته ولا کار کارما به محمولکیه بزن او محموله ده شو ده بو او موضوعي ثابته ناطق نطق ده خارج ده بو انساني ثابته يعني وجوده كرابتي خارجي هي بو انسان هي ما دام نطق لخارج ده بو انساني ثابت بي لخارج ده بي تصفات بو انساني خودي موصوفه كده بي لخارج ده بي تصفات بي تصفات لبوي فني اخر بس بو ده بي انسان شو ده بي لخارج ده الان محموله كه للذاتيات البته بیش گلوی که لخارج دا بوی ثابته لذهنش دار بوی ثابته اما جلیک بحثی انجام لاین ذهنی کی ناکه يعني الأربعة زوج الآن كان موضوعي أو قليك الأربعة هذا بي موجود بي ده شو ده موجود بي والله بحسب اختزاي محمولك محمولك كزوجية ده شو ده بو أربعة ثابتة حتما زوجية ده بي وجودك رابطي هي بو أربعة شو وجودك رابطي هي شو ده كان وجودك رابطي خارجي هي لخارج ده وصف زوجية بو أربعة ثابتة فاني آخر زي ما دام لخارج ده أو وصف بو أربعة ثابتة خدي أربعة كش ده بي لشو ده هبتا لخارج لها بيتا بس كوابو أربعة داري وجودك خارجية أبا تهلو كل خارج ثابتة لزين إجابة لهم كارمان بزين كم يتبه لازمي ماهياتا شكين لما هيتي أربعة جزانا بيتا أربعة شل خارج لها بيتا لزين دابي زوجيتي هر هي وزيدون كاتبون دي زيد الآن كانت كقليه موجبية دابي موضوعك موجود بيتا شو ده موجود بيتا شاول محمولك إذا كان محمولك ككتابتا كذا بوجودك رابطي بموضوعي هبيت شو وجود رابطي هيا والله وجودك رابطي خارجي فقط هيا كتابة فقط لخارج الثابتة خل الذهن ده كتابة لزيد صادر نابي من يأثر كتابة لأثر خارجي خل الناطق في الأثر خارجي نعم لخارج ده هم للذهن ده الهرب كان ده جزء ماهيته يدي ماهيته كالهرب في الذهن لخارج ده بماهيات ببي جزء خوينا بي لذهن جزء ماهيته كببي جزء خوينا ماهيتني ولازم ماهيتني. لشو ذا ثابتة الآن؟ ذكرها فقط للذهن ده بالبط. أو مثال كمان ما بس خارج لك. يعني لو وراك هنا ذاتي أن لازم ماهيتها في وزني حتما خارجي بيت. ذروة حتما زين بلان رفتي ب. أري ما بس ويدا كان ك وانك بيت داري وجودك رابطي خارجي بمحمولك. جا كيف يخطي وجود ذهني شيء قال ده هبه وجود رابطي ذهني يعني بيت. دو مثال كان دو مثال اول وجود رابطي خارجي انا هي محموله ك بيجي لخارجك وجود رابطي ذهني شان ثانيا جاويك اما الان تكمل لسركب وجود رابطه خارجك يا بس كوابو موضوعك دبي لخارج حتما موجود زي مثال سيوم محموله ك داري وجود رابطي خارجي لخارج دا بو موضوع ثابت موضوعك دبي لخارج دابي بلام ايا محموله ك الذين جابوا ثابته يا انا نخل عجل خارجيه شوف فقط لخارج ثابت كتاب كويس مثالي هنا انا والله. لا وارثي خارج جوانيه. اري. صنعت كتابه ما قلنا لازم نعم.
لازم إنسان يقول بس؟ نعم شفتي لازم إنسان موسلا بعض الله؟ بلى طبعا شيء نعم كالسناتي كتابة لازم إنسان نعم نعم وعني زارا مستلم بودي هنا وبتلازم إنسان زارا إنسان بديك شوية برا إجماع واحد زارا ما ترى زارا إنه ليس نبع لا خطوة سناتي بس ما فكري ما نستلم تجده وين قد من بو مثال بو دلالتي تلزامي مثال قابل العلم أها قابل ويا قابل صنعة الكتابة أجاب قابل صنعة الكتابة قابل قابل العلم وصنعتي عتوس العلمي كقابل صنعة الكتابة أويدي قابلية وأيدي قابلية يعني استعداد استعدادك هيدي لزين دال خارج ده طالما كتابتي بالفعل خارجي لشوي صادر ده بلا خارج ده أليك أو كمنزولة قابليتك يا هناك صنعتك قابليتي صنعتي أها حتوصل العلم قابلي بس هذا أو تأخذي مثالك إيش غلط هذا وكل كتاب أنا ظلمت لازمك قابليتي صنعتي قابليتك يا نكودي صنعتي نكودي كتابتي زي باش جاء هل أنا كان مثلا ما مثال بأنه الله بصير بصير يد لخارج دابو الله ثابتة يعني لبيت الله لخارج دا حتما هبي محققا دي محققا هي يدي كاربة اعتبارني أخو بتقديرني فلام لذيهن دا الله محققا هي لذيهن دا حقيقة كيخونية لذيهن دا كن يا الصحوة يا كيكون هكذا تصورنا كذا شاكا بس الله كلا زين ده هيا مقدرا هيا تقدير ذكي وني آخر بس كي أقول أما دلين موضوع كي دبيتا لخارج ده حتما وجودك محقق هبي كيف أخوتي وجودك الذهني محقق شيء هبي وجود الذهني كي مقدر بيا حالي هاي لأن زيدون كاتب موضوع كي وجودك محقق خارجي هيا بلان وجود الذهنية كشي هر محققة دي حقيقة زي تصور ذكي لذهن خود دايد حقيقة كي هي لذهن ويا وجود بلان لمثال الله بصيرني دا موضوع كوجودك خارجي محقق هيا بلان وجود الذهنية كي مقدرة يعني فرض لقل يي خارجية دادا بموضوع كوجود خارجية كي محقق به وجود الذهنية كشي كيف هو محقق به يا وجود الذهنية كي مقدر بفرقني يا نعم مقدرك أو بحثك يتلاجل أو فتق نكتيب أو نكتيب قولي لبعثنا قسمان لقلية خارجية ده لازم وجوده فيه محققا شاكا يعني باعتبار خارج محقق محقق به نيازي باعتبار وبتقدير نبي لخارج ده أدي لذيهن ده كيف قلت نيازي بتقدير هبه يعني لذيهن اجدا نيازي بتقدير نبي بلكم محققا هبه هو. أو مقدرا كتي أجر هات محمولة مما يثبت للموضوع في الخارج فلازم وجوده في أوجر مقدرا أجر محمولة لو أوصفان بكثابت به لبو موضوع إلا خارج دا واجب موضوعك إلا خارج دا هبه بلان في وزني حتما محققا هبتا أو مقدرا بلا خارج دا هبتا بلان بوجودك مقدر تقديري بكي وجودك أي وني آخر إذا كيف أخوتي محقق شيها بيانك هرمان تيني ساكا كيف أخوتي وجودك محقق شيها بيانك هرمان تيني تبي وجودك مقدري حتما هبي لو بشي كده يخينين على أنا بعد قال مقدر محقق شيها بي بلو أخباش دي أفرادي هي بشك يعني وجودي مقدر يعني هي بشك يعني وجودي محقق يعني هي يعني هرهم يعني وجودك يعني مقدرة خلاصة دبي إي بشك يعني مقدر بي وجودي لو قليك الآن ديخينين مسألة أوي وجودي بعضك يعني مقدر بي خن شرنية وجودي هم يعني مقدر بي وجودي بعضك لأفرادي موضوع دبي شبته مقدر بي نيازي بتقدير هذي هذي بعضك يتر كيف قلت أوانج هل وجودك كان مقدر به؟ يعني لا بعض ذكيت الوجود يعني شبهتان
محقق به جاء وقتي اگر افراد كهر هميان وجود كان مقدر بو كديره قليه حقيقيه في دكتور او بشيء كله اگر هميان مقدر بون فقط حقيقيه اگر بشكل افراد محقق بون بشكل يعني مقدر بون بنظر مقدره كي دبيت حقيقيه بنظر محقق كي دبيت قليه خارجيه تيجي ايش تشون بويا قليه حقيقيه وخارجيه فيك كود بنوا عمومي من وجه يعني هي تباين لبين اندانيه باعتبار تعقب كبر عموم من الجنهية باعتبار حمل بحسب تحقق بحسب حمل لها الناك إذا قال الله هذا نسبة بحسب حمل غير غلط وتسمى القضية حقيقية أو وقت قضية كان نيو دبريد بقضيك حقيقية إذا وجه التسمية يويد شوي ببين موايا هوا قضية كان نيو دبريد بحقيقية بدون مقدرة بكوش نيو دبريد بحقيقية في ظل حقيقية حقيقتي شيء حقيقة ده مقابل مجازي ده حقيقة بمفهومي لفظك هيدا لندي هيا مفهوم بو قليه بحقيقة نيوبراوة شوك أكثرا قليه شو دا استعمال ذكرتا أكثرا قليه لمفهومي دا استعمال ذكرتا قليه معقولة أكثرا قليه لمفهومي دا استعمال ذكرتا هو يا مفهومة كبو بش حساب كراوة بحقيقة حساب كراوة دا شونك لو قليه مفهومي موضوع كأتو دنزر ذكري مفهومي موضوعك او افرادانه كمتصفا بوصفي كيف اخوتي بالفعل متصف بن يعني اگر هبان متصف دبون چونك الى موضوعك اواد قرتوا او مفهوميات قرتوا مفهومك قرتوا اخواتي وجودك محققة بودا نظرنا قرتوا جابوا يعني نسبتي قلية دي بولي حقيقية حقيقية كلمة حقيقة معناها مفهوم بويش مفهومك بحقيقة نيودابيت چونك اكثر استعمال قلية لشي دايا لمفهوم دايا ديجا بس كوابو قلية فردك لأفراد مفهوم ديواني آفر فردك لأفراد مفهوم حقيقة معناه مفهوما نسبة قلية دي بولاي حقيقة نسبة جزئية بولاي كلي فكو بولاي زيدون إنسيون نسبة جزئية بولاي كلي قلية بولاي حقيقيون حقيقة يعني مفهوم بويش كتمان حقيقة يعني مفهوم قلية يكيك لأفراد مفهوم نسبة جزئية بولاي كلي وجه تسميك هوايا نا جزئي بولاي كلي وبتاش تيجي رجع هاي دي هر أوبا قال لي يا كاخ وجه كبي بمناسبة كبي كافية تسمى القضية حقيقية في ظن قضية حقيقية قضية حقيقية لان شيا قضية حقيقية قضية كم محمولة كا لظرف خارج ده بو موضوع كي ثابت بيته بلا موضوع كا داري وجودك مقدر به آد وجود خارجية كي وجودك مقدر به نيازي بتقديرها بوجود خارجية كي كيف خويتي هموي أفرادي وابن يان بعضك لأفرادي وابن بنتبت أو بعضك دبيت قليه كحقيقية كما مثلنا وكو أو مثالنا كأما هنا وما نوا مثال كاني في شو وايدي الآن الإنسان ناطق أقل الإنساني أفراد محققة كي بقري أو كذا بقليه كخارجية فلان أقل الإنسان شو بقري او افرادانه که اگر قرار با حاتبانه دنیای دبونه انسان با الانج نهاتونه ولو بدو و جناین ونیا او فرده که اگر قرار با حاتبایا دبوه انسان دبوه فردی انسانی توجهی؟ با قطش بوجود نیه نه مالی نه الان نه آینده بلان اگر هبا دبو انسان او فردانه چنه؟ ناطقون او فرده که اگر قرار با هبایاد انسانیت بسابی دبو لسر تقدیری وجوده که لخارج ده ناطقیت بسابی ده وای ایدی؟ قلوان دیگر وای لیدی نبوین او فردانه که ده این بدا محققن وجود بگرده نهار خارجیه چکنی خارجیه کتمان محقق بیانی بالفعل لأحد الازمینه ده ایدی وای احد الازمینه فلان او باسي ويا ك كلنا اجب عند ذهبي محقق الاسانيد فلان او اويل لايندش دهرنيا فلان قرار بهبا لو بلوي شرطيات لو يعني فرض طلي اجر هبايا دبو بيت
كل فرد لو افراد كاجر هبان كنيشن ها لو امتناع دقيق اجر هبان دبون بشي لو شر دقيق يعني الشر دبل اجر هبان دبون بانسان كل فرد لو افرادانه هكذا كاجر هبان دبون بانسان لسر فرضي وجود كيان ناطقون ناطقيتي ام ثابتة فني اخر لي انا كان ناطقيته ثابت كد بوجودك رابطي خارجي بو شيء بو افراد مقدر لافراد انسان فني اخر هذه او قضيه اللي بتحقيقيه بس هل الانسان ناطق ده بده مثال بو خارجي ايش بتمثل بو حقيقي ايش فني اخذ برام بدو اعتبارا زوج مثالك ترج هروايه الاربعه زوجون جهروايه يدي من قضية حقيقية كذي كشن هي وني كتبها. أول ما دي اجتماعية. نعم من بحثي شتى من حقيقة. نعم أول حمليات أجل. أول حمليتك. أول يك كان مثالك يترش ونحب كل عنقاء إني يعني عنقاء. كل عنقاء. إيه؟ عنقاء منصرفة غير منصرفة غير منصرفة أيدي. غير منصرفة. كل عنقاء فكر ذا كم غير منصرفة هم زي ممدودة كل عنقاء طائر باشا عنقاء أصلية ألف همزة كأصلينا عنقاء نظر فكر ذا كم أصلينينا زائدا وحالي بل كل زي باشا بلن كل عنقاء فاقيني كل عنقاء طائر ألا نكان أو قليدا نزل بي. كتمان قليه موجبة حملية دواي وجود موضوع ذكاء دي أول موضوع كيدا شو ذا موجودة شو له محمولة كيدا كي زي محمولة كي اختزاي شذاك بحسب اختزاي محمولي بمان ثابت دبيت خيران وصفك كلا شو ذا ثابت دبيت بو أفراده وصفك خارجية يدي دي ما دام طيران لخارج ذا ثابت دالي وجود كرابتي خارجية بو عنقاء فذبيت أفراد عنقاش لشو ذا هبن دبيت خارج ذا هبن زي بلام أفرادي عن قاي كذا خارج دهن آية محققا هنادا أحد الأزمنة دا والله محققا نية هذه شيء هنية مقدرة يعني أتو وجودي بو تقدير ذكي بل لو دلي كل فرد لو أفرادنا كأجر قرار بموجود بان دبون بعنقا كل لو أفرادنا طائرون لصار فرضي وجود كان طيران يعني بوسعد هل هي شون؟ بس العنقاء تو أفراد شد قرتوها؟ مقدرة قرتوها دي باش أفراد محقق شي هيا؟ هرنية دي بس أول مثال أبويا حقيقية دي تجي تحقق دا كدير دا؟ خارجية تحقق ناكات أول مثال أبويا افتراك حقيقية لخارجية دي. كما دي اجتماع شان أبو شوني معنى دا كيوا؟ كل عنقاء طائرون قلية حقيقية أتو ديني موضوع كش ومحمول كش وصف الظلم عقد الولع كش وعقد الحمل كش هر دو كان بلو تعبير ذكي يا ودا واقع ده فني آخر يعني دلي شيء كل ما لو وجد في الخارجي لو وجد وجوده في الخارج منزلي كل ما لو وجد كان عنقاء فهو طائر فهو على تقدير وجوده في الخارج طائر فني آخر كل فرد لو أفرادنا كأجر قرار بهبان كنيشن ها نهبوا نهايا لو بدوا ودب بلام أجر هبا كان عنقاء دبو بجي بعنقاء كل فرد لو أفرادنا هكذا إيه أو فردنا على تقدير وجوده بفرز ويكهبان طائر طيران ينبو ثابتا هذا قلت شون فسل عنقاء جاء الإنسان ناطقون جاء بك حقيقية واي معنى ذلك بفرز بمعنى كيوه كل فرد لو وجد في الخارج لكان إنسانان فهو على تقدير وجوده في الخارج ناطق. هل هي شون؟ زور شاك ذات شولك لا قلية حقيقية جدا وجد بلا يكتمان وجود خارجي موضوعي محققة وجود خارجي كي مقدرة دلا هذه وجود ذهنية كي؟ كيف خوتي وجود الذهنية كشي مقدر بيان محقق بيت توجهي ذكري وجود الذهنية كي محقق بيت ذكري وجود الذهنية كي مقدر بيت وكبالا كل واجب الوجود بصير كل واجب الوجود آخر واجب الوجود أفراد محقق هي كالله يا أفراد غير محقق ومفروش مقدر شي هي يدي بني آخر كل واجب الوجود بصير يعني شي يعني كل ما لو وجد لكان واجب الوجود
كلي فردك لو أفراد كأجر هبادة بون بواجب الوجود على تقدير وجوده بصيرون دي باشا واجب الوجودش كتشيا كنا كي تصور ناكريت بس كوابو وجود الذهنية كشي مقدرة هلوك وجود خارجة كي مقدرة وجود الذهنية كشي هرشيا هل مقدرة حالي بوشونا بس اوه ملاك دير دا وجود خارجية لخا خارجية دا وجود خارجي موضوعي جبيتا محقق به وجود الذهنية كي محقق بيان مقدر به ضرري ليه نادا لقلية حقيقية دا وجود خارجي موضوعي جبيتا مقدر به وجود الذهنية كي مقدر يان محقق بفرقه كي توجيه زوج شلو حاول الشرط شلو شاش والفرق بين القضية الخارجية والحقيقية أولا أن موضوع الأولى يجب وجوده في أحد الأزمنة موضوع خارجي حتما واجبا موجود بليك أجلس زمان كان داد بوجودك محقق هبتا بخلاف موضوع الثانية بل موضوع حقيقي وانية فإن الحكم فيها ليس مقصورا على الأفراد الخارجية المحققة بالفعل شنك الحكم بمحمول لو قال يدا مقصور نيا منحصر نيا وقصر نكرة ورسل أو أفراد خارجيان كمحقق بالفعل لأحد الأزمنة داد بل على الأفراد الخارجية الممكنة الوجود بل حكمك مقصورة لسر أو أفراد خارجيانك ممكن الوجود الوجود كان ممكنا سواء كان موجودا بالفعل أو لا كيف قتل لأحد الأزمنة أو وجودات تبدل بالفعل به أو لا يعني والله لأحد الأزمنة تحقق هرنك بل ممكن بتحقق بكاتان جاء أو جاء أو لا قسم دومك موجود بالفعل نبا ممكن الوجود بلا موجود بالفعل أما بالفعل كي أو معنى كي لسر أو أفراد خارجيان كممكن الوجود كيف إخوتي موجود من بالفعل يعني الآن بالفعل يعني معنى أحد الأزمنة بالفعل يعني وجود يعني هبوة يعني هيا أو لا يعني نولا بالفعل يعني بزمان قزشت الآن وجود يعني نششتوه جاء أجل لابد وعلى الثاني أجل هات ممكن الوجود من بلام نقب الفعل سواء خرج إلى الفعل كيف خويتي لو بدوا يعني خارج ببن بولاي فعليات فعليات وكو كإنسان لم يولد بعد وسيولد وكو إنسانك كلم يولد بولد نهات وبعد حتى الآن حتى الآن جم متولد نبوة وسيولد لو بدوا بلام متولد أو لا يعني والله هر هروكو الآن نيا لو بدوا وشهر نايت مرحلة فعليا حق خرناك كالعن قايوك وأفراد عن قوائي شاكا بس خارجية أو أنا هم واندا قريتا شلو حاول أشارنا بقولنا كما مثلنا إلى مادة اجتماعهما إشارة مكر بولاي مادة اجتماعي أو دو قليانا كقلية خارجية وحقيقية اجتماعي عند بيلا شوي دا لو قليانا إذا كموضوع كان موجود الفرد لخارج ده ومحمول كان لآثار وجود خارجيها حالي هاي هر قليه كموضوع كان موجود الفرد لخارج ده ومحمول كان لآثار وجود أصيلي بيته توجهي محمول كان لآثار وجود خارجي بيته لو آثارنا بيته كيف هو جاء آثاري خذي حقيقة كيبيان أثري خلاص لو أثر أنا بك لوجود خارجي مترتب أجر وابتا أو قلية هم خارجية دبي هم حقيقية دبي هاردو قلايتي ده خرده من هوا وكو الإنسان ناطق وايدي أخبتي كما مثلنا مثال حقيقة وكو مثال كان فيشو يعني أوان هاردو خارجنا حقيقة دبي يلا لهم واندا موضوع كان موجود الفرد لخارج ده محمول كش لآثار وجود أصيلية نطق لآثار وجود أصيلية نقل آثار وجودي كي اعتباري وأوانا شاكا وبزيادة نحو كل عنق طائر إشارة ممكن إلى مادة افتراق الثانية بولاي مادة كحقيقية لا خارجية جدادة بيتا وأنا دير دا حقيقية تحقق دا كا شكرا عن موضوعك وجودك خارجي محقق خونية وجودي خارجي مقدري هيا هرهمش أو جارك أنا أدي همانا خارجية صدق بك ببي حقيقية أو جارك أنا والله ومادة افتراق الأولى مادة افتراق خارجية لحقيقية وكوشي وكو كل مركوب السلطان فرس إذا انحصر مركوبه الموجود بالفعل في الفرس وكو أو مثال هم مركوب السلطان فرس
مثال كيش أبطى زمانا كده كمنحصر بأو مركوبي كموجود بالفعل أبو سلطاني وبالفعل استفادة إلى ذكاة منحصر بالشيدة لفرسيدة فأنا موجود خارجي لأحد الأزمنة دا أو مركوبي كسلطان استفادة إلى ذكاة فقط شيئا فقط فرسا ظلم كل مركوب سلطاني فرس بقالية خارجية صادقة فأني آخر كل مركوب سلطاني فرس أها شبني أوانيك لأحد الأزمنة دا سلطان استفادة إلى ذكاة فقط فرسا بس منظورم في أفراد شيء محقق بلان دير دا حقيقية تحققناك أتوان بلان كل ما لو وجد لكان مركوب السلطاني فهو على تقدير وجوده فرس فاني آخر أو ناتوان بلان وناتوان بلان شنك ندكرا أو إيكا قرار وموجود بالو بفرز با بالفعل نها أواني بالفعل منحصر لفرس دا فأواني كبالإمكان مركوب السلطاني منحصر لفرس دا فاني آخر بس أقل لمركوب السلطان أقل حقيقية بي أخذ بي شو بقرم؟ كان مركوبان بقرم؟ أو مركوباني كوجود خارجية كان بالإمكان بيتم كيف قلت بالفعل هام بيانا؟ واني أخذ دي أواني كبالإمكان دان تواني مركوبي فراسي بان وقت جناي نظر في خارجه وا احتمالي هبو فراس نبن واني أخذ إمكاني هبو فراس نبن مثلا سلطان با بالفعل استفادة لفرسي دكاتا بلان بالإمكان دكرا مركوبك فرزنا بغير فرز بيدي بس أو قضية بحقيقية صادق النية فقط بخارجية صادق فقط بخارجة منحصرة هذه أو مركوباني كمحققا مركوبا منحصرين لفرسي دائما أنا إمكاني فرس باري فرزنا سلطان ساكت خلاصة لو جياني دا كعنوان الموضوع كو حكمك لخارج دا منحصر بن لبعضك لأفر منحصر بن يعني عنوانك وحكمك هفك منحصر بن لخارج دا ويدي الان عنوانك كمركوب السلطانة وحكمك هر دكان منحصر لشي دا هفك منحصر لخارج دا مركوبيتك هر مركوبية خارج منزولة ونيا حكم بفرسية تشتهر الحكم بفرسية لسر أو أفرادان المنزولة دي ديوانة دا فقط شيا خارجية تحقق دكاتن حقيقية تحقق ناكا فسف بين موجبتهما الكلية عموم من وجهين لبين موجبي خارجية وموجبي حقيقية موجبة كلية كيان شهيا عموم من وجهيا مادة اجتماعي شان هيا مادة افتراقي هدو بلاج ليكتر هيا ما هذيك كلية نب نقد شو بيجي؟ هم يجوا كل كي بعض ذكين زلي، جزء كان يجوا بعضين كمان. كان يجوا أي بعض ذكين؟ حموان بعض ذكين، جزء يكان سالي بكان، ده بيبقى سب كين دنا لي حالنا بين دول زلي. أيوة والله. ده وقت كان تهوى نجوا؟ أو مين ما يفوت؟ ده وقت كان تهوى بيدا شنبو درسي، عيبة شو؟ عدوني نفسي عاد اشتي طريقة ما يعني